مخترعون ومكتشفون مع محمد الكردي. ابن طفيل هو أبو بكر محمد بن عبد المالك بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي، يرجع نسبه إلى قبيلة بني قيس العربية، وكانت له معرفة جيدة وشاملة بمختلف العلوم خاصة في الطب والفلسفة والفلك. تنقل ابن طفيل في مناصب عدة، اشتغل في البداية كاتبا في ديوان والي غرناطة، ثم في ديوان الأمير أبي سعيد بن عبد المؤمن حاكم طنجة، ثم أصبح وزيرا وطبيبا للسلطان الموحدي أبي يعقوب يوسف في مجال الطب. ذكر لسان الدين ابن الخطيب أن ابن طفيل ألف في الطب كتابا من مجلدين. كما ذكر ابن أبي أصيبعة أنه كان بين ابن طفيل وابن رشد مراجعات ومباحث في رسم الدواء، جمعها ابن رشد في كتابه الكليات. كما كانت لابن طفيل أرجوزة في الطب تتألف من 7700 بيت. وفي الفلك يقال إن ابن طفيل كانت له آراء مبتكرة في الفلك ونظريات في تركيب الأجرام السماوية وحركاتها. من أشهر ما ترك ابن طفيل قصة حي بن يقظان، وهي قصة فلسفية عرض فيها أفكاره الفلسفية عرضا قصصيا، محاولا التوفيق فيها بين الدين والفلسفة. وقد عرفت هذه القصة في الغرب منذ القرن 17، ترجمت إلى عدة لغات منها اللاتينية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية. يتحدث ابن طفيل خلال قصته عن البعد الثالث بالكون وسماه الأقطار الثلاثة، حددها بالطول والعرض والعمق، وكيف يعتقد أنها ممتدة إلى ما لا نهاية. تساءل ابن طفيل قائلا، هل السماء ممتدة إلى غير نهاية أو هي متناهية محدودة بحدود تتقطع عندها ولا يمكن أن يكون وراءها شيء من الامتداد؟ كانت نظرية التمدد الكوني ثورة فلكية عندما طالعنا إدوين هابل عام 1920 بها، لأنها قلبت مفهوم العلم عن الكون. إلا أن ابن طفيل سبقه فيها منذ 8 قرون عندما أشار إليها. حدثنا عن التمدد الكوني وانتفاخ الكون قائلا، إن الأجسام السماوية تتحرك حول الوسط بالمكان أي الفضاء، ولو تحركت في الوضع أي المركز على نفسها لأصبحت كروية الشكل. في حديثه عن التناسق الكوني يقول ابن طفيل، إن الكواكب والأفلاك كلها منتظمة الحركات جارية على نسق، كما يتحدث عن المادة المضادة بمواد الكون قائلا، إن أكثر هذه الأجسام مختلطة ومركبة من أشياء متضادة ولذلك تؤول إلى الفساد. تحدث عن الجاذبية الكونية والانتفاخ الكوني والجينات والانكسار الضوئي والمادة المظلمة بالكون وتكوير الأرض والشمس والقمر باستفاضة. مخترعون ومكتشفون مع محمد الكردي.